السلام عليكم، مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذا الفيديو هذا، جبت لكم موديلات عصريه، تصاميم جديده بالنسبه للملابس للمحجبات. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. كاين اقتراحات عديده بالنسبه للفساتين لفصل الصيف، وكذلك ليزونسومبل بحال اللي كتشوفوا هنايا في هذا الفيديو هذا، واكيد تنسيقات بالنسبه لقطع الملابس للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. بالنسبه للموديل اللي كتشوفوا معايا دابا، هذا لونسومبل الفوقاني كيجي على شكل جيلي مع شوميز في اللون الابيض، فيهم لوينات كيف ما كتلاحظوا معايا، البيج وكاين الاسود وكاين الموف، كذلك كاين هاد التنسيقه هذه بالنسبه للتنوره، كتجي طويله واسعه والفوقاني كيجي هيدا مفتوح. كاين كذلك هاد لي زونسوم اللي كتشاهدوه معايا البنات في الفيديو، كيجيو بالحزام، فوقاني كيجي هيدا منبت على الكمام، فيهم بلو مارين الاسود كذلك الاخضر المفتوح اللي كتشوفوا هنايا. كاين هاد الموديل هذا حتى هو لونسوم للتنوره، والفوقاني ديالو كيجي على هاد الشكل هذا، فيهم غوص فوشيا الموف مغلق الابيض والاسود. كاين هاد العبايه هذه اللي كتشوفوا معايا البنات في الفيديو، وكذلك كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي بالحزام، كيجي واسع كيف ما كتشوفوا. وهنايا حبيباتي كيف ما كتلاحظوا معايا، كاين هاد الموديل ديال الفستان اللي كيجي بالحزام، فيه ثلاثه ديال اللوينات البيج بلونكاسي وكذلك الازرق. وكاين هاد الموديل كيجي رائع البنات هذا للمناسبات. وهنايا كيف ما كتشوفوا البنات، كاين هاد الفستان فيه الالوان، كيجي بالحزام في اللون الاسود. بالنسبه لاكثريه ديال الموديلات ولا اغلبيه ديال الموديلات في هذا الفيديو هذا هما فساتين، نظرا على يعني اننا مقبلين على فصل الصيف، فجبت لكم موديلات صيفيه موديلات عصريه. بحال هذا الموديل اللي كتشوفوا معايا البنات، كيجي مطروز ومنبت على الكمام، فيهم لوينات كيف ما كتشوفوا معايا، الفصاله ديالهم كتجي على هذا الشكل هذا، وكيجيو عفوا بالحزام. كاين هذا الموديل كذلك اللون الاسود، هادو كاملين البنات لفصل الصيف، التويبس ديالهم كيجيو خفافين كيجيو مزيونين. كاين هذا الموديل في الموف، حتى هو كيجي طويل وكيجي بالحزام. وبالنسبه للفولار كيف ما كتشوفوا، نسقت مع هنايا الفولار بالالوان يكونوا مفتوحين. بالنسبه لهاد لونسومبل اللي كيجي كلاس البنات في اللبسه، اكيد كذلك اللون الاسود حتى هو كيجي كلاس في اللبسه. كاين كذلك هاد لي زونسومبل اللي كتشوفوا معايا، التنوره والفوقاني ديال الشوميز كتجي على هاد الشكل هذا. وكاين كذلك بالنسبه للسروال الفوقاني ديالو، هادو حتى هما لونسومبل كيجيو على هاد الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا البنات في الفيديو. وصراحه كلشي واضح في الفيديو، انما كنبغي انني نبسط لكم الموديل اكثر. كاين هاد التصميم هذا، هادو تصاميم عراقيه الصراحه كيجيو فنين البنات في اللبسه. كذلك كاين هاد الموديل هذا كيجي بالحزام، وكيجي هيدا الكميمات مجموعين، وحتى هاد الموديل هذا كيجي للمناسبات شي حاجه طوب البنات، كيجيو رائعين في اللبسه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه الموديلات اللي اخترت لكم اليوم، كاين هذا الموديل هذا الرائع من الفستان اللي كيجي هيدا بالحزام عريض، حتى هو تصميم عراقي. ومن ضمن هاد الموديلات كاين هاد التصاميم التركيه، كاين هاد لونسومبل كيف ما كتشوفوا معايا في الاخضر، توب طوندونس البنات بالنسبه للفساتين ولا بالنسبه لي زونسومبل، كيجيو رائعين كيعطيو هاد اللمعه هادي اللبسه، كيجيو فيهم هيدا البيسات مزيونين. بالنسبه للفساتين كاين هاد اللون اللي كيجي هيدا مفتوح، لون صيفي مع اللون الابيض. وكاين هاد لونسومبل كذلك بحال اللي شفنا قبل تقريبا البنات، انما هذا الحزام ديالو اللي مختلف. وشوفوا البنات هذا التصميم هذا كذلك مختلف على اللي شفنا في الفيديو السابق، حتى هو لونسومبل كيجي كلاس في اللبسه.
وشوفوا هذا اللون هذا بالنسبه للتصميم كيجي كلوش من تحت البنات، كيجي واسع ولوينات صيفيين لوينات مبردين مع فولار في اللون الابيض. يمكن لكم تنسقوا مع جميع الالوان هذا الفولار هذا. شوفوا هذا لونسومبل كيجي 3 بياس الفوقاني كيجي بالالوان، كيجيو مزيونين مع البيج. كذلك نسقت مع هنايا هذا فولار في بلون قصي، وكاين هذا الموديل هذا حتى هو كيجي بالحزام، كيجي واسع. شوفوا هذا الزيتي هذا البنات كيجي منبت على نسطوخ، كذلك كيجي بالضيفه تاع الراس ديالكم. وشوفوا البنات هذا التصميم هذا كذلك صراحه تصاميم عصريه، تصاميم رائعه. وكذلك بالنسبه لاختيار الاثواب، كذلك بالنسبه للموديل الموالي كاين هذا الموديل هذا حتى هو خرج طوندونس، هذا لونسومبل هذا هذا الثوب كيف ما كتشوفوا. كذلك كاين هذا الفساتين اللي كيجيو طوالين واسعين، شوفوا الفصله ديالهم البنات على الكمام وعلى الدوره ديال الكول، كيجيو مستورين والصراحه كيجيو انيقين في اللبسه. بالنسبه لهذا الموديل هذا شوفوا البنات الفصله ديالو على الكتاف، وما كيجيش طويل بزاف، كيجي بالحزام. من ضمن هذا التصاميم كاين هذا التصميم هذا بالنسبه للتنوره والشوميز ديالها كتجي رائعه البنات بالنسبه للفصاله ديالها. يمكن لكم تنسقوها مع الكري كذلك بحال اللي كتشوفوا هنايا بالدرجات ديالو، وفوقاني كيجي كري مفتوح عفوا. كذلك من ضمن هاد التصاميم اولا هاد الموديلات اللي اخترت لكم في هذا الفيديو كاين هذا التصميم هذا الرائع من فستان للمحجبات. شوفوا الازرق كيفاش كيجي في اللبسه، شوفوا التصميم ديالو. كنتمنى ان هاد القناه تكون في المستوى وتكونوا كتاخذوا افكار على الفصاله وكذلك الموضه اللي دارج على الموضه بالنسبه للصيف سنه 2024، وكذلك تاخذوا افكار على تنسيقات بالنسبه للالوان وكذلك القطع الملابس. فاللي بغات يعني تشوف شي حاجه معينه تخليوها لي في التعاليق. مرحبا بالبنات كاملين اللي كانوا معنا من قبل وكذلك اللي انضموا لينا جدادات. فكيف ما كتشاهدوا معايا البنات هنايا هذا التصميم هذا مختلف تماما، كيجي مزيون وانيق ومازال كيف ما كتلاحظوا معايا مازال هناك التصاميم ديال الفساتين، تصاميم تركيه. صراحه جبت لكم في هذا الموديل تصاميم مختلفه بحال اللي كتشوفوا هنا في الاخضر، هذا تصاميم كذلك تصاميم عراقيه، يعني كيف ما كتشاهدوا معايا جبت لكم مختلف التصاميم باش يعني كل وحده تخلص القناه تلقى ستايل ديالها. كذلك هنايا باش تكون القناه ديالنا ترضي جميع الاذواق. فكيف ما كتشاهدوا هنايا كذلك كاين هذا الموديل الرائع من لونسومبل اللي كيجي هيدا السروال ديالو واسع، هادو خرجوا طوندونس البنات كيجي واسعين هادو وطوالين. وكذلك من ضمن هاد التصاميم ديال الفساتين كاين هاد الالوان هادو حتى هما خرجوا هاد الصيف يعني لوينات الزيتي والاورانج. كذلك كاين هذا الموديل الراقي بالنسبه لونسومبل اللي كيجي على هذا الشكل هذا اول مره البنات غتكتشفوه معايا في القناه تصاميم جديده. كاين هذا فستان والعبايه ديالو من الفوق كتجي على هذا الشكل هذا هادو للمناسبات. وكذلك كاين هذا التصاميم ديال الفساتين فيهم الابيض والاسود كيجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبه للموديل اللي كتشاهدوه معايا البنات في الفيديو هو فستان كيجي الفصله ديالو على الصدر كيف ما كتلاحظوا معايا، وكيجي هيدا بالحزام. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا كاين هذا التصميم هذا كيجي طوب البنات في اللبسه، كيجي روعه 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 بالنسبه لهذا الموديل ديال الفستان كيجي واسع وكيجي انيق. بالنسبه لهذا الموديل اللي كتشاهدوا معايا البنات لونسومبل السروال كيجي في لون واحد والفوقاني كيجي بالالوان. وبالنسبه لهذا الموديل حتى هو رائع كيجي بالنسبه لونسومبل نفس اللون الفوقاني
والسروال ديالو كيجي هيدا في اللون الابيض. كذلك من ضمن هاد التصاميم الرائعة كاين تصاميم اللي خرجوا طوندونس هاد السنة هادي 2024، اللي هما تصاميم ديال الجين، سواء كانت لافيس كيف ما كتشوفوا معايا طويلة، او لا لي زونسومبل، او لا الفساتين. اغلب ديال الموديلات خرجوا فساتين ديال الجين، هما اللي طوندونس هاد الصيف هذا. بالنسبة لهاد لونسومبل في اللون الاحمر كيجي على هاد الشكل هذا، شوفوا التصميم ديالو. هادو البنات للمناسبات. كذلك كاين هاد التصميم لونسومبل السروال الفوقاني ديالو كيجي طويل مع الشوميس في اللون الابيض، فيهم هاد الازرق، كذلك هاد الموف يمكن لكم تنسقوا معاهم، يعني الابيض كيتمشى مع جميع الالوان. وهنا يا حبيباتي كيف ما كتشاهدوا معايا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. مع السلامه.